هيا يا ليبي وريني شطارتك، جاك المعاون فلاحتك، عرفك شاطر وتهنيني، ديما مذاكر درسك زين، جاوب واربح وخود هدية، حتى الحصلة بعيدة شوية، تلقى الموعة ديما معاك في وقت الشدة والأحزان. هيا يا ليبي وريني شطارتك، جاك الموعة وين فلحتك، عرفك شاطر وتهنيني، ديما مذاكر درسك زين، شو واربح خود هدية، حتى الحصلة بعيدة شوية، وقت الشدة والأحزان، تلقى الموعة ديما معاك، هيا زود تعالى، أيوة. وين هارب مني، تعالى هنا، تعالى هيا زود، هاو هيا أيوة وريني شطارتك. صحة فطوركم يا عولتنا، صحة فطوركم يا ليبيين. أهلاً أهلاً وسهلاً ومرحبتين بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج وريني شطارتك، أكيد على قناة ليبيا بانوراما، جولة سريعة ونختار فيها متسابقين أكيد داخل أروقة سوق تريبولي مول. نشارككم معنا اليوم تريبولي مول وأقدر مجموعة من الشركات، وأيضاً شكر موصول لشركة النواصي للدعاية والإعلان، الشريك الإعلامي لبرنامج وريني شطارتك. ديو جولتنا ونشوف ناسنا واللي بيشارك معنا اليوم. تعرف عليك صالح يوسف؟ نعم حسناوي. حسناوي شنو عندك اليوم هنا بال متوفر ان شاء الله عندك؟ قول لي احكي لي شوي، احكي لي على السريع، شنو هو شنو هذه حرارات؟ كل شيء متوفر، حرارات والدنيا باش الجوع عادي يا جماعه الخير، ها ونسوي لنا وعزيزنا شتوا بالحرارات والبهارات طيب قول لي طيب امسك سؤال باهيو وجاوبني. عندك هديه منا احنا مش من سوق تريبولي مول، عندك ما اضعف البيوت على الارض. اضعف البيوت على الارض؟ على الارض، على صوتك. نعطيك اختيارات، بيوت العنكبوت ولا بيوت النحل؟ النحل. نعم النحل. نحل. النحل. النحل. بيوت العنكبوت ولا النحل؟ عنكبوت. اضعف البيوت صح؟ عنكبوت. يا سلام عليك، اضعف البيوت هو على الارض هو العنكبوت. سؤال ثاني يا اخوي الطيب، قالك هنا شيء سهل يمكن تحقيقه بدون اي مجهود، شنو هو؟ اي شيء سهل يمكن تحقيقه بدون اي مجهود؟ بدون شيء اي مجهود؟ لا متذكرش والله. ما تعرفش شنو هو؟ لا اعرف والله، معلش. نعطيك اختيارات، اعطيني. هل هو الجري ولا عصر الرمان ولا الفشل؟ هذه المشكلة. الفشل يا أخي، الفشل، فشل يا أخي، الفشل، فشل يا أخي، الفشل، الفشل. كوبون مقدم أكيد من مطعم لاتينو لشخصين، وجبة عشاء فرح الأندلس منور. شكرا لك يا طيب. شكرا. شكرا. تعرف عليك. أهلا وسهلا محمد عبد السلام المولى. أهلا بك عمي محمد، يومك مبارك. مسابقة سريعة تربح معنا في برنامج وريني شطارتك، تتحدى معنا ان شاء الله كان سهر. يلا يلا ما شاء الله عليك، وقفه معك بروحها ما شاء الله. ينبض بلا قلب، شنو هو؟ ينبض من غير قلب. السمك. نعم سمك. سمك قد عندنا نبض تحت الخياشيم مرات وحزك. نعطيك اختيارات عم الحاج بهاي، هل هو القطه ام النمله ام الساعه؟ الساعه. يا سلام عليك، اجابه صحيحه، سيدي حاره نور. سؤال ثاني، من هو أول محافظ لمصرف ليبيا المركزي؟ هل هو الصديق الكبير ولا عبد الحفيظ زليطني ولا علي نور الدين العنازي؟ نور الدين علي العنازي. يا سلام عليك، إجابة صحيحة فعلاً. تحت معنا كوبون مقدم أكيد من مطعم لاتينو ووجبة عشاء فرع الجرابة، وأيضاً ربحت معنا كيسة مقدمة من شرق من تريبولي مول، نشكرهم أكيد. اسم الكريم محمد. محمد جهزوا. يلا هاي يلا محمد، عندك سؤالين
وكان في حاله ما جاوبتش تساعدك كان زوجتك باهي ان شاء الله مش باس نعم في عائله عدد افرادها 6 بنات ولكل بنت عندها اخ كم عدد افراد الاسره فكرت راه اكيد 7 صحيح اجابه 100% الاجابه 100% سؤال ثاني كل عتبه نادي صاحبها يا سلام عليك اوبا 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 سرعه في الاداء كيس مقدم اكيد من شركه زاركو فارما وطب العرب كيو اتش وزالاكس وفينوماكس وايضا كوبون مقدم من مطعم لاتينو فرع بطاطا وجبه عشاء انت وزوجتك ان شاء الله منور هلبا شكرا لك جودك طيب ان شاء الله طيب ان شاء الله علي حموده اهلا بك استاذ علي اهلا بك مرحبتين نهارك حليب وهناك عسل ان شاء الله حليب خالي من الدسمه علاش الفرق؟ لا حليب كيف حليب الصافي هو اللي مش عالي راهو اي سلم حليب بكره حقانيه استاذ علي سؤالين ان شاء الله تربح معنا باذن الله تمام يلا قال لك هنا شيء يوجد في الليل 3 مرات ويطلع في النهار مرة واحدة شنو هو؟ في الليل 3 مرات وفي النهار مرة واحدة ترى 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 فكر معي باري عماد نادي فكر محمد الخيص منورين يلا انس بريك منور يلا ها ما تسميلاش خويا فكر ما تسميلاش اسمع تو انت نواش تخشيت معي من الاول نعطيك خيارات باهي هل هو حرف اللام ولا نجوم لا نخشيت في النحو حتى وانت مره واحده حصلت عليك اقول لي حصلت نحو انت نقول لك نعطيك سؤال ثاني تمام حمرة وجرايه وما تاكلش الشعير رحله مجانيه مقدمه اكيد من شركه السهم تفضل ومكوى ان شاء الله تحدد بيه سواريك وديد جديده بالمكوى نتاعها يلا قبل الأمورة تشارك معنا يلا شو اسمك؟ يعني راشد علي مبروك راشد ما شاء الله حافظ اسمها بالكامل الله يبارك ربي يحفظك قولي راني هاي أين تقع واحد شخرة؟ ليبيا ولا مصر ولا السودان؟ يلا فكري مصر فكري كويس فكري غليكة ليبيا سلام عليك يا عمدة سلام عليك يلا هاي أعطيني سؤال ثاني ما هي أعلى قمة جبلية في ليبيا؟ جبل بتة ولا جبل أخضر ولا جبل نفوسة سميها يا عماد يلا ما هي أعلى قمة جبلية في ليبيا جبل بتة ولا جبل أخضر ولا جبل نفوسة بتة يا سلام عليك أكيد بتة يصل ارتفاعها إلى 2267 متر فوق سطح البحر طبعا هو يقع في من ضمن جبال تبستي جنوب الليبي تحياتنا لجنوب الليبي اكيد ربحت معنا كيسه مقدمه اكيد من سوق تريب بويولي مول شكرا لك حبيبتنا منوره يلا شكرا لك يلا 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 خليكم مستمرين في برنامجكم برنامج وليش صارتك يلا لبعضنا نغير لهم جوهم ونطلعوا من المود اللي احنا فيه على طول يلا 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 شوفوا العائله مساء الخير يومك مبارك استاذ شحال صحتك طيب السلام عليكم وعليكم السلام تعرفوا عليك محمد ملا اهلا بك سيد محمد صغيرتك ان شاء الله الاسم الكريم قصق محمد ملا ما شاء الله الاموره خاطر محمد ملا عاد باه تمام تشارك حضرتك تمام يلا برنامج سناو وريني شطارتك ما نظبطش كيف تساعدك البنوته لا على خير ان شاء الله هاي. قال لك سؤال هنا كم تبلغ مساحه جزيره فروه اعطيك اختيارات اعطيني اختيارات فروه طبعا وين مكانها فروه وين كان فروه جزيره فروه الله يمان اوبا بدوش معي يسموا من بعيد في الكولة بتسميه زواره حبيبتنا زواره زول فلان زواره اكيد نحيوهم كم تبلغ مساحه جزيره فروه هل 120 هكتار ام 300 هكتار ام 470 هكتار 470 هكتار جواب نهائي ان شاء الله يا سلام عليك السؤال الاول صح تسويق حاره اكيد سؤال ثاني ما اسم المدينه المشهوره بارض السيف والقلم يلا راهو هنا مشهوره بتعبني ارض ما اسم المدينه المشهوره بارض السيف والقلم
بعطيني خيارات. اعطيك اختيارات، موصل الاختيار اصلا بجيب بجاوب عليه. هل هي القاهره ام مكناس ام سلاته؟ سلاته. وتحياتنا لمسلاته واخوتنا في مسلاته وكيف ما تحت يا مسلاته منورين يا مسلاته. اكيد ربحت معانا ماكينه حلاقه اعتقد، صحيح؟ يلا مقدمه اكيد من سوق تريبولي مول، وايضا كيس وشوكولاته جنينه ليك ولبنياتك، مقدمه اكيد من شركه من سوق تريبولي مول. شكرا على مشاركتك. الله يوفقك. شكرا. الله يحمل ليك. شكرا ليك. شكرا ليك ابو العائله. السلام عليكم، يومك مبارك. الله يبارك فيك. شو الاجواء التسوق اليوم؟ حلوه والله. تمام الحمد لله. شو الاسعار جنينه؟ يعني كويسه. ماشي الامور؟ ماشي ان شاء الله. ماشي الحمد لله. طيب. تمام. بطاقه ولا كاش تتعامل؟ لا والله كاش، بطاقه ما فيهاش رصيد. باي الاسم الكريم استاذ محمد. سؤالين بجاوب عليهم، عندك معنا هديه. تمام. يلا على الخير. هاي قال لك متى بدات الحرب العالميه الاولى؟ يلا هاي الحرب العالميه الاولى، مش الحرب اللي فاتت السنه اللي فاتت. الحرب العالمية الأولى. أعطيك اختيارات. أعطيني اختيارات عليك. 2014 ولا 1914 ولا 1950؟ 1914. يا سلام عليك، إجابة صحيحة وتسليقة حاجة. يلا عندك سؤال ثاني تاخذ فيه جائزة. دخل المسلمون إلى مدينة تغدامس بقيادة عقبة بن نافع أو موسى بن نصير أم عبد بن العاص؟ هل بقيادة عقبة بن نافع أم موسى بن نصير أم عمرو بن العاص؟ عقبة بن نافع. أوبا، تصفيق حظا لعمكم الطيب المحترم أكيد، وربحت معنا جائزة مقدمة أكيد من كوبون شراء بقيمة 100 دينار مقدم من حلويات رويدا كازا أنجلس. تحياتنا ليه أكيد، وعطينا حلاقة أكيد، حلاقة كويسة باهي جنينة. العيد نشيك أمورك مليحة، مقدم أكيد مسوق تريبولي مول. شكرا لهم. أجل يا الله. نصيبك ها، ديما تلاقى معي على طول. شكرا لك. شكرا لك، موفقين ان شاء الله. ان شاء الله منور منور هلبا. شكرا لك. يلا 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 يلا. تعرفوا عليك استاذ احمد الزاوي. اهلا بيك. قريب منطقه سكانه ولا بعيد؟ تجوره. خليك كمامه فوق فوق، كمامه فوق، قيم فوق فوق. يلا، احد هذه المدن تقع في جبل نفوسة. قال لك جنزور ولا جادو ولا الجميل؟ جادو. اوبا لجادو، تحياتنا لجادو، اخوتنا في جادو، الزول في اللون. جادو الزول في اللون. سؤال ثاني، ما هي اقصر سوره في القران الكريم من حيث عدد الايات؟ سوره العلق، سوره الكوثر، سوره الناس؟ كوثر. اجابه صحيحه. كيس مقدم اكيد من مجموعه من سوق تريبولي مول، مجموعه اشياء حلوه جميله. واعطينا كوبون مقدم من شركة السهم، رحلة مجانية وما تبيها، داخلية داخل طرابلس وما تبي. منور استاذ. بارك الله فيك، مشكورين جدا. شكرا. وربي يوفق الجميع ان شاء الله، ورمضان كريم بعون الله. يا رب الله. يا رب يا رب. منورين هلبا. شكرا لك، الف مبروك الف مبروك. يلا يمك مبارك استاذ. شنو حال صحتك؟ اهلا بيك. الحال دهوار يا شيخ، دهوار الجو مليح والله. تمام التمام الحمد لله. صغيرة ما شاء الله. اوه الله. في حال ترى ومعلقت في السؤال صغار بيساعدوك. لا ابو ما في شيء، مشكله ابو. تمام. يلا عندك معنا هديه بعد بجاوب سؤالين ان شاء الله. ان شاء الله. عندك مسرحيه عكوز موسى، من مؤلف مسرحيه عكوز موسى التي كانت من انتاج المسرح الحر طرابلس سنه 76؟ هل هو الراحل مصطفى الامير ام الراحل محمد شرف الدين ام فنان سراج هويدي ربي يطوله في عمره؟ مني اكيد بيكون الامير. يلا مين مصطفى الامير؟ مصطفى الامير. متاكد؟ هو لنا سراج هويدي مش من الجيل الجديد. ايه مصطفى الامير من الجيل لا الهويدي. ايه ان الامير احد مؤسسي المسرح الليبي اكيد. الراحل مصطفى الامير اكيد مؤسسي المسرح الليبي، احد اعمده المسرح الليبي. اجابه صحيحه اكيد. شكرا لك. نمشوا للسؤال اللي بعده، اللي هو متى تأسست الجامعة الليبية اللي مقرها بمدينة بنغازي؟ في اختيارات. أعطيك اختيارات. متى تأسست الجامعة الليبية، الجامعة الليبية اللي مقرها بمدينة بنغازي؟ تحياتي لأخوتنا وحبايبنا في بنغازي. هل في 15 يناير 1955 أم 1969 أم 20 أبريل 77؟ 20 أبريل. 20 أبريل شنو؟ سنة 1977. وإجابة خاطئة. أعطيك خيارين الأولاد، هل
15 يناير 1955 ام 1969 55 متأكد؟ 155 اكيد. يا سلام عليك، اجابه صحيحه، اكيد اجابه صحيحه ما شاء الله. جامعة الليبية بتأسس، تفضل ربحت معنا 50 دينار كاش مقدمة من شركة نطاح لاستيراد المواد الغذائية، تفضل استاذي. وأيضا ربحت معنا كوبون شراء بقيمة 100 دينار مقدم من حلويات الرويدة كازا لانجرس، تفضل. نور، شكرا لمجهودك في محاربة الكورونا. شكرا لك. شكرا شكرا شكرا، بارك الله فيك. يلا شنو حال صحتك؟ تعرفوا عليك جمال محمد، يومك مبارك اخونا جمال. اهلا وسهلا، الله يهنيك ان شاء الله. بارك الله فيك. يلا نبدأ مسابقتنا. يلا، هاي جامع السنوسية بشارع عمر المختار هو احد مساجد طرابلس العتيقة، متى تم انشائها؟ هل في عام 1988 ام 1918 ام 1888؟ 1888. يا سلام عليك، وتسليقة حرة، اكيد 1888 تم انشاء جامع السنوسية بشارع عمر المختار، ليعتبر احد مساجد طرابلس العتيقة. سؤال ثاني، اول ظهور للفنانة خدوجة صبري في المسرح كان سنة 1973 مع فرقة المسرح الحر، الفرقة القومية، فرقة الجيل الصاعد. فرقة الجيل الصاعد. يا سلام عليك، وتحياتنا اكيد الفنانة خدوجة صبري، منور على قلب على طول. وربحت معنا مكوى في لبس مقدم اكيد من سوق تريبولي مول، وكيسة بقيمة 200 دينار مقدمة من شركة زادكو فارما، طب العرب، كيويتش وفينوماكس وزلاكس، معجون أسنان وكريمات وما إلى ذلك. نور هلبة، جودك بارك الله فيك. أبو حديمة، الله يبارك فيك وإن شاء الله. شكرا لك أستاذ، بارك الله فيك. شكرا شكرا. يلا مشاهدينا الكرام، مازال موجودين معاكم في برنامجكم اكيد برنامج وريني اشتارتكم عنا، اختنا الفاضيه مساء الخير. مساء النور، يوم مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك. قاعد هيك دهشتي وكيل. اي نزل شنو ظهري حشاك. باي ان شاء الله ربي يعينك ويحفظك ان شاء الله. يسلمك ان شاء الله ويحفظكم، وكل عام وانتم بخير. كل طيبه ان شاء الله. وانتم طيبين ان شاء الله. احنا هيك بنهدز عليك شويه هيك، وتاخذي معنا هديه، شنو تحبي تقدمي شيء لاخوتك اللي بين؟ تقولي لك كلمه باهيه مثلا. وإن شاء الله ربي يفك علينا البلاء اللي احنا عايشين فيه، وإن شاء الله ربي يهنينا في شهر رمضان المبارك، وكل سنة أنتم طيبين جميع الليبيين وجميع أمة محمد. إن شاء الله يا رب. بأي حاجة تانية هيك، أي حاجة هيك حلوة هيك، بيقول هيك أي حاجة هيك تانية هيك. أي حاجة. ست الحبايب يا حبيب. أعطيها لي واحدة. ست الحبايب يا حبيب. يا حبيب يا أغلى من الدنيا بحلا، يا أغلى من الدنيا بحلا، يا أغلى من الدنيا بحلا. يا سلام يا سلام، سلام عليها، ربي يحفظ طول عمرك. الله يعطينا هدية لها أكيد، كيسة مقدمة من سوق تريبولي مول، وأيضا كوبون مقدم من شركة سهم، شركة سهم رحلة مجانية، وربي يحفظك يا طيبه. ان شاء الله ربي يحفظكم يا ربي يا سيدي، وان شاء الله كل عام وانتم طيبين يا رب. شكرا لك، واكيد ختامنا اليوم مع اختنا البركه الطيبه، على طول نمشوا نتلاقوا ديما على الخير يا رب العالمين. اكيد وصلنا نهايه حلقتنا اليوم من برنامجنا، نتلاقوا بكره باذن الله تعالى في حلقه جديده. شكرا للطاقم، شكرا عماد مادي، محمد الخيس، انس بريكا، شكرا عبالي، كل شبابنا، وديما نتلاقوا في برنامجكم، برنامج وريني شطارتك.